مع فضيلة الشيخ محمد بر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تعلمون الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها. كتبه الله عز وجل على المسلمين كما كتبه على من سبقهم من الأمم أياما معدودات يمتنع فيها المسلم عن جميع المفطرات، وذلك كما هو معلوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالصيام هو من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والتي يحصل فيها المؤمن على ثواب الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والصيام من أفضل الأعمال التي يتقرب بها كذلك العبد إلى الله عز وجل، فهو من الأعمال الصالحة التي لا مثل له. في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله عز وجل به، فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح. والصيام كذلك جنة من شهوات الدنيا وعذاب الآخرة، جنة أي وقاية في الدنيا والآخرة. فالصيام يقي المسلم في الدنيا من الوقوع في الشهوات والمعاصي، ويقيه في الآخرة من الوقوع في العذاب، يقيه في الآخرة من العذاب الأليم، فهو حصن حصين في الآخرة من النار. فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، إني صائم، إني صائم. والحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار، كما في المسند. وكذلك الصيام كفارة للخطايا والذنوب، الصيام من الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا والذنوب. ففي حديث سيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة، ويكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الصحيحين. ومعنى الحديث أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره الذي يجاوره ويفتتن في ذلك، فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في آخرته، يشتغل إما بماله أو بولده أو بأهله أو بجاره، يشغله ذلك عن الآخرة، عن عبادة الله وعن طاعة الله تعالى، وتارة يقصر في الحق الواجب نحوه، وتارة قد يقع في ظلمهم ويأتي إليهم ما يكرهه الله عز وجل من قول أو فعل أو سلوك. فيكون الصيام
من إحدى الطاعات التي تكفر هذه الذنوب. والصيام كما رأينا يشفع لصاحبه يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان العبد. يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والصيام كما هو معلوم سبب في الدخول إلى الجنة. في الحديث الصحيح: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه صائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد، يعني لا يدخل سوى الصائمون. يقال يعني في الحديث: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منهم أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. والحديث يعني في البخاري. والصيام كذلك من الأعمال التي وعد الله سبحانه وتعالى صاحبها بالمغفرة والأجر العظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا من الأمور التي تعلم، ولله الحمد. وللصائم كذلك قال صلى الله عليه وسلم: دعوة لا ترد، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. والحديث رواه البيهقي. على كل حال، ومن ختم له بالصيام دخل الجنة، من صام يوم ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في المسند. طيب، هذه الأحاديث أحببت أن أذكر بها، أن أذكركم بها، أن أبشركم بها. واليوم سنقتصر بعون الله عز وجل على بعض الأسئلة التي سئلت عنها وأجيب عنها من باب الإفادة. إذن السلسلة ديالنا لتنتكلموا فيها عن الدين المعاملة إن شاء الله نكملها في الدرس المقبل. اليوم إن شاء الله تعالى سأجيب عن بعض الأسئلة التي سئلت عنها كما قلت. أول سؤال تسأل السيدة عن عدة المطلقة، شنو هي العدة ديال المطلقة؟ طبعا الحال الحمد لله احنا في المسجد درسنا الفقه، يعني العبادات، الطهارة، الصلاة، الصيام، يعني الزكاة، وقفنا عند الحج، وبعد ذلك ان شاء الله سنستمر يعني في المعاملات، ما يتعلق بالبيوع، ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالزواج الى اخره بحول الله تعالى. فاذا العدة هذا مبحث فقهي، وشرعه الله سبحانه وتعالى العدة بعد المفارقة بين الزوجين، يعني ملي تيطلق الزوج الزوجة ديالو تيتفرقوا، الله تعالى دار هذه العدة. علاش؟ لمعرفة براءة الرحم، حفظا للأنساب من الاختلاط، باش نعرفوا السيدة راه ما حاملاش، وحتى لا ينسب يعني هذاك الطفل اللي غيتزاد إلى غير أبيه وتختلط الأنساب. وكذلك من أحكام ديال العدة فيها التعظيم ديال القدر ديال الزواج، وكذلك نظهر شرف الزواج، يعني الزواج شي حاجة عظيمة ماشي شي حاجة سهلة. فإذا العدة هي حق لله تعالى الذي أوجبها، ومصلحة للزوجة، وحق للزوج والولد. إذن فيها ما هو حق لله وحق للعبد، حق للزوجة وحق للزوج والولد، وحق لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي فرضها. إذا لا يجوز أي أحد أن يسقطها. وهي أنواع. على كل حال، العدة يعني أنواع، ما غندرسوا شيء اليوم يعني شنو هي العدة والأحكام ديالها، ولكن السؤال جات يتعلق باش نطولوا شيء بالعدة ديال المطلقة، يعني المرأة ملي تطلق واش غير ممكن يعني تمشي تزوج؟ لا، لكن المطلقة هي أنواع. المرأة تطلق أنواع،
كي اللي باقا ما دخلاتش بالزوج، يلاه مثلا اتفقوا باش يتزوجوا، كاين اللي يعني امراه دخل بها الزوج، كاين اللي حامله، فكل وحده عندها حكم ديالها. اذا المطلقات ان طلقت قبل الدخول والخلوات، يعني قبل ما يجامع الزوج ديالها وقبل ما يختالي بها قبل المباشره، هذه لا عده عليها اطلاقا كما قرر العلماء. فبمجرد ما يطلقها الزوج تبين منه وتتحل الغير، يعني ممكن يتزوجها الاخر، الزوج الاخر اذا ارادها. اما اذا قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فان عليها العده، والعده ديالها على الوجوه، العده هي مختلفه. فاولا اذا كانت الناس يتصلون، معذرة. إذا كانت حاملا، إذا كانت المرأة حاملا فالعدة ديالها إلى وضع الحمل، سواء طالت مدة ديال الحمل أم قصرت، لأن ربما يقدر يطلقها في الصباح وتولد، يعني تضع الولادة قبل الظهر فتنقضي، يعني العدة ديالها تنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة، فإذا تكون العدة ديالها هنا طويلة، 12 شهر 12 شهر. المهم أن الحاملة العدة ديالها تتكون من توضع الحمل ديالها مطلقا، لقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه واضح. لكن إذا كانت المرأة غير حامل ومن ذوات، يعني المرأة ما حملاش ومن النساء اللي تحيض من ذوات حيض، فعدتها 3 حيض على رأي الحنابلة. والجمهور يعني المالكية قالوا لا، يعني المقصود بها الأطهار، يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 القرء، هذا اللفظ ديال القرء لفظ مشترك، تقصد به الطهر ونقصد به الحيض، والعلماء اختلفوا في المراد منه. فالإمام مالك والشافعي يقولوا أن الأقراء هي الأطهار، وذكروا قول عائشة رضي الله عنها، وقول سيدنا ابن عمر، وقول سيدنا زيد بن ثابت، وذكروا قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وكاين اللي قال بالحيض، بالحيض، هذا خلاف بين علمائنا رضي الله عنهم. فإذا المرأة تدير 3 ديال الأطهار، هذا في مذهب ديال الإمام مالك. الآية واضحة يعني في هذا الباب: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 ديال الأطهار. كاين حالة أخرى، المرأة لا تحيض، إما مثلا هذا كان قديما يعني لصغارها، وكان يعني المرأة تزوجها يعني بكري والدها، وكانت الساعة يعني البنت تكون فاخرة، يعني واخا باقا صغيرة في السن ولكن كبيرة يعني تسمح للزواج. الآن جات دابا يعني القوانين حددات يعني السن في هذا الباب هذا، أو تتكون كبيرة في السن فتتكون قد أيست من الحيض وانقطع عنها دم الحيض، فهذه العدة ديالها 3 شهور، 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيضن. هذا واضح، 3 شهور. إلى ارتفع الحيض ديالها، واحد المرأة ما بقاش عندها الحيض، يعني الدم عفوا ما بقاش يجيها دم الحيض لسبب من الأسباب، أسباب كثيرة، مرض إلى آخره، سبب لسبب علم، ولكن عرفها بأن قال الطبيب صافي أنت ما غاديش يجيك يعني دم الحيض، لأن كاين اللي عندها مثلا مرض تتعاني منه. فهذه مثلا مثال، استأصال الطبيب رحمها، حيد الرحم، شي مرض سرطان عافاكم الله جميعا، ما بقاش يجيها الدم، هذا ما يجيها شي الدم،
فهذه العلماء يقيسوها كالآيسة بحال ساس من الحيض 3 شهور. أما إذا ارتفع حيضها وهي تعلم السبب فإنها تنتظر حتى يزول، حتى يزول هذا الرافع. يعني واجه واحد المرض واحد الكيس حبسها، فهذه يعني تعلم تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به، تحسب على رأي بعض العلماء. وعلى كل حال إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة، يعني 9 شهور للحمل و 3 شهور للعدة. إذا هذا ما يتعلق بالسؤال الأول ديال العدة ديال المطلقة. سؤال آخر، حكم إقامة الجمعة في البيوت. ربما كنت درت شي إشارة في حوار أجريته مع بعض يعني المنتديات، لكن نختصر إن شاء الله تعالى التواصل الاجتماعي. فهذا الأمر هذا نوضحه إن شاء الله باختصار، ربما تجي فرصة نتكلم فيه بالتفصيل. أقول والله المستعان، تواتر عمل الأئمة على المحافظة على الحقيقة الشرعية للجمعة، وبفوات صلاة الجمعة تصلى ظهرا لا جمعة. العلماء، الجمهور العلماء، علينا دائما أن نتمسك بما عليه الجمهور وأن لا نشهر الأقوال الشاذة في الفقه الإسلامي. إذا قالوا بفوات صلاة الجمعة تصلى ظهرا لا جمعة، إلى عندنا عذر قبل هذا كورونا عافاكم الله، قدر الإنسان مثلا عنده مرض فالسعي الجمعة يسقط، أش يصليها ظهرا؟ هذا هو المحكم الذي تواتر عليه العمل والفتوى عند العلماء، وهو ما يعبر عند الإمام الشافعي رحمه الله بالعمل غير المحكي بسند، وهذا لا يحتمل التأويل بالنسخ ولا بالتقييد ولا بالتخصيص، خلافا للروايات المتشابهة التي تقبل التأويل والتي يجب أن نردها للمحكم وليس العكس، وليس العكس. وهذا معنى أن أدلة الشريعة بيان للناس بمجموعها لا بأفرادها، يعني المتشابه تنرده المحكم. إذن للجمعة هيئتها المخصوصة لتتفارق وتفارق الصلوات الخمسة، والتي إنما تقام عند حصولها، فإذا لا ينبغي أن نلجأ إلى الصور الشاذة الملفقة المخالفة لجميع المذاهب والتي لا تبرأ بها الذمة. فلهذا قالوا بأن الإنسان يصليها ظهرا، هذا قول المذاهب، ولا صلى يعني جمعة قالوا بأنه ما برأتش له الذمة. شنو هو المستند الشرعي الذي ذكره علماؤنا باختصار؟ قالوا الجمعة لها هيئتها المخصوصة التي تفارق، نعم أنا الآن في درس. لا إله إلا الله، أحد الإخوة ربما يستشير. لا إله إلا الله. إذن الجمعة لها هيئتها المخصوصة تتفارق، يعني الصلوات الخمسة، فجاءت الرخصة الشرعية بأداء الظهر بدلا عن الجمعة عند وجود المانع من المجيء إلى المسجد بسبب المطر أو بسبب آخر من الأعذار. إذن الله تعالى أعطانا الرخصة الشرعية اللي هو الظهر، تنقيموه مكان ديالاش مكان الجمعة، متيجينا المانع الذي يمنعنا من الذهاب ومن السعي إلى أداء الجمعة. إذن في الصحيحين قال النبي، أو من حديث ابن عباس، في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، كانت يعني الشتاء تتصب المطر يعني ينزل، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، جاءوا معجب يعني بحال ردوه،
فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض. هذا يعني سيدنا ابن عباس، قال إن الجمعة عزمة، هكذا يقول يعني رضي الله عنه. وهذا يعني من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى عزمة؟ كما قال الإمام النووي رحمه الله بإسكان الزاي، أي واجبة المت... فإذا لاحظنا كيفاش أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم العذر، وهذا سيدنا ابن عباس يقول هذا يعني من باب الموقوف ولكنه من باب المرفوع حكمة. فالحديث يعني في البخاري، فرخص لهم في ترك الجمعة وأداء الظهر بدلا عنها، كما أذكروا وذكر علماؤنا جزاهم الله خيرا بوجوب التقييد بأوامر المختصين بمنع الاجتماعات وبالتوقيف عن الاجتماع لصلاة الجماعة والجمعة لوجود العذر المانع من إقامتها، حفاظا على حياة الناس وحفاظا على سلاماتهم، وكذلك من أجل الوقاية من انتشار المرض المعدي عند اجتماع الناس في المساجد وفي غيرها أو حتى في البيوت. بعض الناس ربما يجي من هنا ومن هنا، فإذا لم يحقق الغاية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ضروري الحياة، الحياة هي تقدم على فروع ضروري الدين وجزئياته كما يقول علماء المقاصد. السؤال الثالث عن حكم، يسأل السائل عن حكم تعجيل زكاة الفطر أو الزكاة عموما، يعني الزكاة واش إلى يعني أديناها قبل الوقت ديالها، واش عندنا شي إثم ولا لا، وخاصة نحن نعيش يعني في الآن يعني هذه الظروف يعني المستعصية. فشنو الحكم إذا إلا أعطى الفقراء والناس يعني المحتاجين أعطاهم الزكاة يعني قبل الوقت؟ في ظل الأحوال الاقتصادية الحالية بسبب يعني مرض ديال الكورونا، يعني يجوز أن نعجل الزكاة، وكذلك يجوز أن نعجل زكاة الفطر. يعني هذه الظروف هذه العلماء اتفق أغلبهم على جواز أو على جواز تعجيل الزكاة. فعلا كان خلاف بين علمائنا يعني في هذا الباب، فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطا منها. أولا اشترطوا بلوغ النصاب، واشترطوا حولان الحول بالشهور الهلالية، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن تعجل قبل أن يكتمل النصاب، واختلفوا في جواز تعجيلها قبل تمام حولها. فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز أن نعجل الزكاة حول بمدة كبيرة، وذكروا حديثا يعني في هذا الباب لا نطيل بذكره. وذهب غيرهم يعني فيما أذكر من الشافعية، يعني ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة. يعني كثير العلماء قالوا ما كاينش مشكل بدون كراهة، يعني خاصة إذا كانت المصلحة كأن يوجد بالفقراء يعني القيل يعني بالمساكين واحد الحاجة عاجلة، أو نزلت بالمسلمين الهازلة كما هو الشأن الآن، يعني كنا نازلة الجانحة ديال يعني ديال كورونا. يعني استدلوا بحديث العباس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح، فاعتمدوا على هذا الحديث وعلى غيره. وسبب الخلاف كما ذكر ابن رشد أن الزكاة هل هي عبادة أم حق للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة قال لا يجوز أن نخرجها قبل الوقت. قال لك الصلاة واش ممكن تخرجها قبل الوقت أو تصليها قبل الوقت؟ ما يمكنش. قال لك فكذلك الزكاة. ومن شبهها بالحقوق المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجال على جهة التطوع. إذن شنو الراجع يعني في هذا الباب؟ هذا نقول إن شاء الله تعالى
مراعاة للخلاف و يعني نظرا لما أصاب الناس يعني من الحاجة ومن الضرورة، فلا بأس بإذن الله تعالى إذا كان شي مصلحة يعني في هذا الباب هذا خرج الإنسان قبل وقتها بحول الله عز وجل، ما كاينش مشكل. والعلماء قالوا يجوز تعجيل يعني الزكاة قبل ملك النصاب وقبل الحولي، هذا اتفقوا عليه، وإنما اختلفوا في تحديد الزمن الذي يمكن أن تعجل فيه. فحتى العلماء المالكية قالوا بجواز، ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. فإذا تعجيلها يعني في هذا الوقت هذا سيكون هو الأفضل، وهذا ربما يعني قول الجمهور بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، لمساعدة الناس على قضاء حوائجهم الشديدة وعلى حاجتهم إلى المال. نعم، وأدلة كثيرة على كل حال، اكتفي بما ذكرت. السؤال الأخير يسأل عن السائل عن مفسدات الصيام، ما هي مفسدات الصيام؟ طب الحل مفسدات الصيام تحتاج إلى وقت طويل، لكن اختصروا الكلام بإذن الله تعالى فأقول: شرع الله سبحانه وتعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة، فأمر الصائم أن يصوم صوما معتدلا. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا باش نصوموا وما نضروش نفوسنا بالصيام وما ناخذوش شي حاجة اللي تبطل الصيام، يعني ما نتناولوش وما نديروش شي حاجة التي تبطل الصيام. فإذا العلماء تقول باختصار المفطرات على نوعين، فمن المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ، شي حاجة تتخرجها بحال الجماع، الإنسان يخرج الماء ديالو أكرمكم الله، الاستقاء تخرج يعني الإنسان تيرد، الحيض، نعم، الحجامة عند الحنابلة لأنهم اختلفوا في هذا، الحنابلة يعني هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه، واختاره بعض علماء الحديث. وحتى في المذهب ديال الإمام أحمد بن حنبل يفرقون بين اللي تدير الحجامة واللي تيقوم بالعملية ديال الحجامة. نعم، فالجمهور العلماء يعني من غير الإمام أحمد قالوا بأن الحجامة لا تفسد الصيام، وذكروا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم يعني في البخاري، وجاء محرم صائم، هكذا ربما الرواية. الحنابلة يعني استدلوا بحديث شداد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الجمهور قالوا لا، قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، ويعني حديث شداد منسوخ لأنه ثبت في بعض رواياته أنه كان عام الفتح، أما حديث ابن عباس الذي ذكرناه ففي حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن ابن عباس ما صاحب شيء النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا فيها. ثم يعني نقاش بين العلماء لا يضرنا الآن، يعني الحجامة قالوا يعني ماشي من المفطرات، وإذا تجنبها الإنسان يكون أفضل. فإذا عندنا من المفطرات التي تخرج يعني من البدن، هذه تضعفه، فلهذا منعها الشارع، جعلها الإسلام من مفسدات الصيام، باش ما يتجمعش على الصائم هذاك الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء، فيتضرر بالصوم ويخرج صومه عن حد الاعتدال. ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء، بحالاش الأكل الشرب، لأن الصائم إلى أكل أو شرب ما حققش الحكمة من الصيام، ولهذا الله سبحانه وتعالى جامع أصول المفطرات في قوله فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فذكر الله سبحانه وتعالى أصول المفطرات في هذه الآية الكريمة، وهي الأكل والشرب والجماع. إذن سائر مفطرات أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الجماع،
هذا من أعظم المفطرات وأكبرها إثما. طب حتى نتكلموا بالاختيار، إنسان يجامع زوجته، نعوذ بالله، فمن جامع زوجته في نهار رمضان عامدا مختارا الجماع التقى الختانان غابت الحشفة في أحد السبيلين، لابد أن نوضح هذا، فقد أفسد صومه، أنزل أم لم ينزل، وعليه التوبة وأن يتم ذلك اليوم. والعلماء قالوا بالقضاء والكفارة المغلظة، ودليله حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد، الحمد لله، ما تخافوا شيء، هذا غير مجرد حساسية يعني نتيجة المسجد فقط. فإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ شو السبب لهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جمع زوجته. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال: لا، إلى آخر الحديث يعني في البخاري. إذا الكفارة إنما تكون بالجماع، وتأتي المفطرات لتبطل الصيام، من ذلك استمناء، وهو إنزال الماني باليد، وهذا قاموا ببعض الشباب يعني يسألوني، هذا كذلك يبطل الصيام. والدليل على أن الاستمناء من المفطرات أن الله تعالى قال في الحديث القدسي عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزال المني من الشهوات التي ينبغي أن يتركها الصائم. فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أولا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يمسك بقية يومه، وأن يقضي ذلك اليوم. نعم، وفي خلاف في قضية القضاء لعدم الإنزال. أما خروج المذي الذي يكون بعد البول أكرمكم الله، فالراجح أنه ينقض الوضوء فقط ولا يفطر. الأكل والشرب هذا واضح، إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم هذا يبطل الصيام. وكذلك انتبهوا في الصباح في الإمساك، يعني نحبسوا قبل، خاصة الجارية اللي في أوروبا، لأن الخلاف معروف درجات ديال الإمساك، فالإنسان يعني يحبس الطعام والشراب على الأقل 21 دقيقة على الأقل، احتياطا. فإذا لو أدخل الإنسان إلى معدته شيئا عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب عند العلماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني إدخال الماء إلا أن تكون صائمة. أما يعني الأمور الأخرى يعني التي يديرها الإنسان كالأدوية وهذا، هذا في خلاف يعني بين العلماء المعاصرين. الراجح إن شاء الله تعالى إذا كانت هذه الأدوية تتقوي الإنسان فربحها بحال أكل الشرب، مثلا خديتي واحد ليبرا، واحد سراد مثلا فيها الكالسيوم، فيها المغنيسيوم، فيها الفيتامين، هذه تبطل الصيام. ولكن واحد مضاد حيوي مثلا، واحد ليبرا مثلا، الإبر التي يصعد بها مثلا أو تستعمل من أجل المضاد الحيوي أو الألم، هذا قالوا لا، يعني لا تبطل الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك التقيؤ، نعوذ بالله، عمدا. أما إذا خرج غلب الإنسان هذا لا يبطل الصيام. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا فليقضي، كما قال صلى الله عليه وسلم في التلميذ. من ذرعه أي غلبه، غلب القيء، ما قدرش يحبسه. فهذا معروف. كذلك خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، في البخاري. فإذا ما يخرج الدم الحيض والنفاس المرأة تتحبس، إذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها وأجزأها ذلك اليوم. حسات بشي حاجة ولكن ما خرج، هذا يعني اليوم ديالها صحيح. أما إذا خرج لا، يعني ما تصوم شيء، ولو تصوم يعني الصوم ديالها ما تكون شيء مقبول. وبطبيعة الحال هذا الشيء تيكون إنسان عالما به غير جاهل، ما تيكون يعني ذاكرا غير ناسيا، مختارا غير مكرها، إلى آخره من الشروط. وتفسير هذا يعني يطول. وبهذا نكون قد أجبنا على الأسئلة التي
سئلت عنها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن ييسر أمورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتولى أمورنا. والله تعالى يقول الحق في السبيل، والحمد لله رب العالمين.